رد المتظاهرون على قدوم قوات مكافحة الشغب بقولهم: نحن نعمر ونبني ولا نخرب وندمر. فلنشاهد. بس شو يكون من داخل؟ اولا احنا من طلع المظاهره لا جاي يطلب عليه تربيه ولا ليه؟ بس شلون احنا ناس مثقفين غصبا عن اول ما يرضى احنا ناس مثقفين طلع على اكثر من 12 مظاهره زين احتاره مرمي عيب اسمع عيب لما يطلبون مكافحه الشغل تمام اثنين المديريه ما تبي هي مديريتي لا خاصه مدير تربيه ولا خاصه محافظه ولا خاصه باي عضو مديريتي تربيه هي عمي ملك عام تمام احنا نحافظ عليها قبل الله ما يحافظون عليها احنا نحافظ عليها قبل الله ما يحافظون عليها خلي يكون ببالهم خلي يكون ببالهم اللي يرمي على مديريه التربيه احتار احنا نوقف ضده مو انا احسن مدير مكافحه الشغب مع احترامي مع احترامك بس مو يوديني والله انه احنا لا احنا مثقفين غصبا عن يرضى والما يرضى احنا مثقفين تمام احنا اللي ندافع نبني نحامي على المؤسسات الحكوميه نحامي على الدوائر احنا ناس مثقفين بعد كم يوم يصيروا معلمين بعد كم يوم يكونوا اجيال مو انا والله واقف قدام قابل يخربون لا